تحت رعاية صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث قداسة البابا شنودة الثالث بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، يقدم فيلما تسجيليا لمعلم الأجيال قداسة البابا شنودة الثالث. البابا شنودة ترك لنا تراثا كبيرا، ترك لنا تراثا في التعليم، وترك لنا تراثا في النسك، وترك لنا تراثا في محاضراته الثمينة التي ألقاها. غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل آبائي، غريبا في أساليبي وأفكاري وأهوائي. كنت أخذت فترة حابس في قليتي بعد الرهبنة، ولما كنت في المغارة كانت تمر علي أسابيع لا أرى وجه إنسان، وكان بيبقى عندي وقت. هدوء الليل موسيقى وأنغام تداعبني، وصوت الريح في رفق يصب اللحن في أذني. ألذ الأيام التي عشتها، الثمان سنوات اللي قضيتهم في الدير، وخصوصا الفترات اللي قضيتها في المغارة المحبوبة في الجبل. كنت عمل لها طاقة وكاتب تحتيها مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات. البابا كرولوس كان طلبني معاقب عشان بعض ضيوف أجانب وإحنا ما قبلناهمش، ودي كانت حجة من البابا كرولوس ان يجيب ابونا انطونيوس السرياني الى المقر البابوي بالقاهرة. البابا كرولوس قال لي عايزينك تبقى اسقف للكركية، انت اتمتعت بالرهبانة ونلت وكفاية عليك. قلت له انا لسه ما ترهبنتش. وقال لي انت قريت مار اسحاق؟ قلت له 4 مرات ونسخته. قال لي طب قال ايه مار اسحاق عن التواضع؟ امتحني يعني. قلت له مار اسحاق قال اريد ان اتكلم عن التواضع ولكني خائف كمن يتكلم عن الله، لأن التواضع هو الحلة التي لبسها اللاهوت لما ظهر بيننا بالجسد. قال لي طب قال إيه الشيخ الروحاني؟ وبعد ما خلصت الحكاية دي فراح جاي البابا كيرلس السادس قال له استنى استنى، راح فين؟ أنت مش قعدت ما تنخرجش إلا لما أقولك. فقال لي الأنبا توفيلس رئيس الدير، انت اولادك مش عايز تستغني عنهم يخدموا معايا؟ قال له انا ما استغنيش عن التراب اللي بيدوسوه برجلهم. وانا كراهب بسيط حط ايده على راسي كبركة يعني، مشكوا من راسه كده علشان ما يفرفص يمين ولا شمال، حاول يفك. قال كانت ايده تقيلة قوي البابا كرولس. وقال شنو ده اسقف على التعليم يا ابويا؟ ده احنا فين ده؟ وإيد البابا كرولوس كانت شديدة، أنا كنت زي العصفور في إيده لغاية ما قال الرسومات الثلاثة. أنبا شنودة أسقف للتعليم، ابتدى يفلفص حاول أنا مش عايز، أنا عايز ولا مش عايز، هي خلصت من وقت ما نطق شنودة في الأوضة بتاعته. وبعدين لا حل ليك ولا بركة من الروح القدس ولا من الثالوث الأقدس
انك تترك هذا المكان يا انبا توفيلس، واحتفظ صلع العدو. ابتدى ابونا انطونيوس السرياني يعيط بالدموع، لكن ما فيش حال، ما عندكش حل تتحرك من هنا الا لما اديك اذن بعد عدة ايام يتم رسمتك اسقف للتعليم باسم بدل ما هو انطونيوس بشنودة. لقيت نفسي قاعد كده زي العصفور في قفص مش عارف يخرج منه. وكانت ايام محدش يعلم بها الا ربنا. فاكتر يوم بكيت فيه في حياتي كان يوم رسمت أسقف. فأنا رحت طبعا أقابله على طول أنبا شنودة، قال لي يا أخي مين كنت تتصور أنك تلاقيني هنا؟ أكتر وقت هو بكى فيه ودموع نزلت غزيرة جدا أيام رسامة أسقف التعليم. كنت بقوله طب بتبكي ليه؟ قال لي لأن في حتة حد من الآباء القديسين قالها عجبي لرئيس يخلص. آية كانت وقفت قصادي لما رسمت أسقف، عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريق، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطوات خطوات. هو طبعا كل هدفه الوحدة، ورايح الدير مش خارج من الدير، واعتبر ان دي خروج عن الخط الاساسي اللي هو كان رسمه لنفسه. يوم ما راح الدير قال انا مش هرجع تاني اشوف الطريق الاسفلت. يعني وضعت في مخي ان انا مش هشوف بعد كده الشوارع المسفلتة، وحطيت في مخي ان انا ادخل في داخل الجبل مش اخرج خارج البرية الى المدينة. وطبعا هو خضع لمشورة ربنا ومشيئته. فكان القديس البابا كيرلس يعني ببعد نظر كان أول مرة يرسم أسقف على غير أبروشية، على مسؤولية أسقف عام للتعليم، وبدأ يكون أسقفا للتعليم. وزي ما انتوا عارفين لف الدنيا كلها يعلم، الدنيا كلها يعلم. أفتكر لما أعلنوا إن أنا بقيت أسقف للتعليم، ففي واحد من أولادي في الإسكندرية بعت لي قال لي إزاي الراهب أنطونيوس بتاع المغارة يسيب المغارة ويجي ينزل في العالم، ومش عارف إيه اللي عملوه فيه. قلت له هذه أحلامي التي ضيعتها، هذه آمالي وقد أنسيتها. بعدما كنت أقضي أسابيع لا أرى وجه إنسان، أصبحت موجود وسط زحام الناس بالمئات وبالألاف. لو انت ما تعرفش الانبا شنودة ولقيت واحد يكلم مجموعة من الناس وبعد 5 دقايق من كلامه تحولوا الى اكتر محبين ليه، يبقى هو ده الانبا شنودة. بعد الرسامة فات علي واحد من المطرنة القدام بينصحني، قال لي اوعى تضيع كرامة الأسقفية وتنزل في فصل الدرس. كان زمان الأب المطران أو الأب الأسقف يبقى قاعد في المدينة الكبيرة، يجلس على كرسي كبير لا يعمل شيء إلا أنه يمنح البركات وصالح الدعوات وبس، وربما يذهب للقرى مرة كل سنة. المسافة أيامنا كانوا أنصاف آلهة، من الصعب الواحد يقترب إليه.
أول ما نزلت أسقف ولقيت الدنيا ملخبطة، فين مدارس الأحد اللي كانت موجودة أيامنا؟ ولذلك قيل هلك شعبي من عدم المعرفة. كما كان نظير جيد معروفا كخادم يكتب في مجلة مدارس الأحد لكي ما يعلم الأجيال. أنا يهمني أبقى رسمي ولا أوصل للشعب ولولادي وأوصل لهم كلمة ربنا. بعدها بأسبوعين لأول مرة لقوا أسقف ماسك صباع طباشير وقف قصاد السبورة بيشرح درس. كان أمر عادي وطبيعي بالنسبة له أنه هو يمسك الطباشير ويقف، والصور دي أعتقد موجودة في كل مكان. يعني أول مرة نشوف أسقف ماسك طباشيرة وبيكتب على التختة، لا عمل نقلة في الحتة دي، أنه خلى أن الأسقف خادم موجود في وسط الشعب مش مجرد رئيس في مطرانيته. يعني كنت أشوف أنبشنودة يهتم بالتعليم ويقعد يكتب على السبورة ويشرح للناس، وأدرس وأدي محاضرات وأبذل كل جهدي في الأسرات الجامعية في مدارس الأحد في غيره. عمل دروس لمدارس الأحد دي اللي احنا شغالين بندرس بيها. أول واعظ يتعامل معانا بهذا الأسلوب السهل الممتنع المبسط العميق الروحاني اللي ما كناش واخدين عليه. حدش علم قده في تاريخ الكنيسة. سيدنا الأنبشنودة أسقف التعليم ما كانش عنده عربية، كان بيتحرك بتاكسيات أو لما يكون حد بيوصله أو حاجة زي كده. ورغم أنه ما كانش عنده سيارة خاصة كان يجي يطمئن على أولاده الرهبان وهو أسقف للتعليم. ما كناش بنشوف له عربية خاصة بيه، ما كانش فيه عربية ملاكي تاخده من المحلة يجي قطر ويركب حنطور من حبه للتعليم وتلمذة الآخر. سنة 66 دعينا الأنبشنودة ليتحرك من القاهرة والوجه البحري لأول مرة وهو أسقف إلى الصعيد الأقصى، وجاء في القطر المجري شعب بأكمله ملى المحطة لدرجة أن كل العمال والخدام والموظفين والمش بيشتغلوا في المحطة يقعدوا يزقوا في الناس لجوه، يزقوا لحسن القطر يوقع الناس. ونزل الأنبشنودة من وشعب بأكمله يملأ الشوارع 6 أيام. في ال6 أيام بيوعظ من الصبح لغاية الليل، شعب ما سابش الكنيسة من الصبح لليل، لم يتركه. وهو بياكل سؤال وهو يجاوب، سؤال وهو يجاوب. بعد ما كنت أعيش أسابيع لا أرى وجه إنسان، أجد نفسي عايش وسط الألاف وعشرات الألاف، وفي الصعيد كنت أجد نفسي وسط 20,000 25,000. فقدت حياتي الوحيدة. كان موهوب في الشعبية دي، يعني كان محبوب وجماهيري يعني. فكانوا بيجوا بقى بالألفات يحضروا الأنبشنودة أسقف التعليم، قعد 4 أيام في بياض كلها عظات وإجابة أسئلة، مؤتمر تاريخي عن الخدمة. هو استطاع أن يجتذب مسامع كل الناس، طفل بيفهم، الكبير بيفهم، العالم بيفهم، البسيط بيفهم. فأكثر من 10 سنوات كأسقف للتعليم كان يجوب بها كنائس القاهرة بل وكل إبرشيات مصر، يعظ ويعلم.
كنيسة واحدة في الإيمان، كما ذكر بولس الرسول في أفسس 4: إيمان واحد، رب واحد، معمودية واحدة. كل من يقرأ الكتب المقدسة يستطيع أن يأخذ فكراً سليماً وقيادة سليمة، على شرط إنه لا يفسر الكتب حسب مزاجه. صدقوني، أقوى صلاة يصليها الإنسان هي التي يصلي فيها عن ضعف. أنا ابتديت أدرس في الإكليركية أقوال الآباء، درستهم حياة السكون، وسمحت بدخول المرأة في الإكليركية تبقى تلميذة، وفيما بعد بقت مدرسة وإلى آخره. إحنا كنا أول دفعة تخش الإكليركية بنات. جميع المحاضرات في جميع المواد مفيدة جداً، إن الخادمة تعرفهم، إن المرأة تعرفهم، سواء من أجل بيتها وأولادها، سواء من أجل خدمة مدرسة الأحد. الناس بقوا الأول مرة بيسمعوا أقوال أباء بالشكل ده وكلام روحي يمسهم، يعني يجوا من كل البلاد حواليه يحضروا العزاد بتاعته. فبقيت في المدرج اتملوا، بعدين الناس بقوا يجوا يقعدوا برا، فبعدين المدرج ما كفاش، رحنا في القاعة اليوسفية. اضطر سيدنا في التوقيت ده ينقل الاجتماع في الأمبرويس في المسرح، مسرح كبير، وبعدين انتهينا على الكاتدرائية وكبرت الحكاية. صدقوني كمان مرة، كنا بنحس إن المسيح هو اللي بيتكلم، لا شعر إن هو المسؤول عن التعليم في الكنيسة كلها. نشاط تعليمي غير معهود، يعني منطقة الأمبرويس دي قعدنا فيها 9 سنين ما شفناش أسقف ولا مطران. ما كانش فيه كتب إلا كتاب انطلاق الروح وكتاب اسمه لك يا بني. كل خدمة بتعملها في إنسان أنت بتعملها فالله نفسه، كأنك قدمتها لله نفسه ولم تقدمها لإنسان. ولغاية دلوقتي أشتاق إلى الحياة التي كنت فيها ولا أجدها. أنا في مرة كنت سبت الأسقفية ورجعت الدير، كان سنة 68. كانت تجربة كبيرة جدا، النبع الوحيد اللي كنا بنستقي منه روحانياتنا ساب القاهرة وراح اعتكف في الدير. كان كل حنانه وكل مشاعره كلها في المغارة، وعشت توحد الرهبنة.
فوجدت على باب المغارة أبونا أنطونيوس، فاعتنقنا وصرنا واحدا. أنا في البيداء وحدي، ليس لي شأن بغيري، لي جحر في شقوق التل قد أخفيت جحري. دقيق في حياته كأنه لسه شاب صغير النهاردة في المغارة، راهب متوحد. وبالصورة الجميلة دهية التراث بصوره المتعددة يصير نافعا للبنيان ونافعا للمسيرة الروحية في حياة كل إنسان فينا.